ما زلنا في الحديدة ولكن إنسانيا، حيث تجاهلت منظمة أطباء بلا حدود الإشارة في أحدث بيان لها إلى الانتهاكات التي تقوم بها الميليشيات الحوثية التي ترتكبها بحق المشافي والمراكز الطبية في المدينة، بعد أن اقتحمت عددا منها واتخذت المرضى والعاملين الدروع البشرية مع توسع المواجهات الدائرة هناك. واكتفت المنظمة في بيان جديد بدعوة جميع أطراف النزاع إلى حماية المدنيين والمرافق المدنية، خاصة مع وجود عالقين داخل المدينة بسبب المعارك اليومية التي تزداد بسببها مخاوف وقوع المدينة تحت الحصار. كما أعربت المنظمة عن قلقها حيال مرضى وطاقم مستشفى السلخانة وآلاف السكان في مدينة الحديدة مع زيادة حدة العنف والمعارك القائمة منذ الخميس الماضي. وذكرت المنظمة أن خطوط الجبهات اقتربت من المناطق المدنية والمرافق الصحية بما فيها مستشفى السلخانة الذي تعمل فيه أطباء بلا حدود بطاقم مؤلف من 118 يمنيا ودوليا. ولمزيد من التفاصيل حول الحالة الإنسانية للمواطنين في الحديدة ينضم معنا عبر الهاتف الناشط الحقوقي سيد غالب القديمي. أهلا وسهلا بك. بداية معنا سيد غالب، نريد أن نعرف منك عن طبيعة الوضع والظروف التي يعيشها الآن السكان المدنيين داخل الحديدة وفي حيس وكل مديريات المتصلة بالمحافظة وتتعرض لتهديدات القتال. أهلا وسهلا بكم سيدي، شكرا لكم ولقناة يمن شباب حول الاهتمام بالوضع الإنساني في الحديدة. صراحة شيء مضحك أن تقوم منظمة أطباء بلا حدود وتهمل أو لا تركز على انتهاكات ميليشيات الحوثي، وهي التي تتخذ من الموظفين والعاملين في المستشفيات الحديدة دروع بشرية. ميليشيات الحوثي حولت، يعني أريد أن أستفسر منك عن هذه النقطة، تقول بأن الحوثيين يستخدمون موظفي منظمة أطباء بلا حدود دروعا بشرية، هلا وضحت لنا عن طبيعة الحادثة، هل هناك واقعة حصلت؟ يا سيدي ليس موظفي أطباء بلا حدود فقط، ميليشيات الحوثي تتخذ كل المستشفيات في الحديدة الحكومية والخاصة دروع بشرية، فيها مكاتب، فيها سفنات عسكرية لميليشيات الحوثي موجودة في المستشفيات، حتى لأن الطيران لا يستهدف المستشفيات، هي حولت بعض المستشفيات وأقسام وأجزاء كبيرة من المستشفيات في الثورة والعسكري والعلبي ومستشفى السلخانة وعدة مستشفيات خاصة وحكومية حولتها إلى سفنات عسكرية. منظمة الأطباء بلا حدود تتحدث عن مستشفى السلخانة، مستشفى السلخانة هو مستشفى متخصص للتوليد والأمومة والطفولة، حولته ميليشيات الحوثي إلى مستشفى لتنقل به الجرحى جرحاها وتعالج بها جرحاها، لم يعد مستشفى توليد، لم يعد مستشفى للأمومة والطفولة كما كان وكما أنشئ. طيب بما يخص مستشفى 22 مايو الذي وصلتنا أنباء بأن الحوثيين قاموا باقتحامه مع وجود المرضى والموظفين، هل هناك معلومات عن حالة الناس الذين بداخله؟ الناس في مستشفى ميليشيات الحوثي هي من تعتري مستشفى 22 مايو. منظمة أطباء الحدود أو منظمات دولية تنجد بيانات ضد من؟ يجب أن تكون واضحة وصريحة بياناتها أن ميليشيات الحوثي هي من اقتحمت المستشفيات، ميليشيات الحوثي هي من جعلت العاملين والموظفين والمرضى في خطر. طيب هل المعلومات عن 22 مايو، لانه المعلومات تقول بان الحوثيين اقتحموا هذا المستشفى وهناك مخاوف من تعرض الممرضين او الموظفين وايضا الامراض الموجودين بالداخل للخطر، هل هناك معلومات عن طبيعه تواجد الحوثيين داخلها؟ لا، نحن حتى اللحظه لم يعد لدينا اي معلومات. ميليشيات الحوثي قطعت خدمات الانترنت في جميع الشبكات منذ 4 أيام، الحديدة تعيش معزولة عن العالم تماما، نحن نستطيع الشبكة تمسك معنا دقيقة وساعة ساعتين لا تمسك، وهي شبكة اتصال، بينما وسائل الانترنت جميعها مقطوعة في الحديدة، عطلت الحياة ميليشيات الحوثي تماما في الحديدة، نحن نبحث عن المعلومة نعم. بجهد جديد، وهذا ربما ما يصعب المعلومات. هذا ربما ما يصعب الوضع على يعني على وسائل الإعلام وأيضا على الناشطين الإنسانيين للوصول إلى المتضررين من المدنيين لمساعدتهم. أريد أن أسألك عن حالة المواطنين الذين يريدون النزوح، كان هناك المنفذ الشمالي تقريبا منفذ الشام للفارين من المعارك هناك، هل ما زال مفتوحا؟ هل يستطيع السكان النزوح؟ ما هي أوضاعهم حاليا؟ المعلومات التي عندنا أنه يعيد فتح المنفذ، لكنه إذا اقتربت قوات الشرعية والقوات المشتركة من شارع 50 من الإنشاءات سيغلق هذا المنفذ تماما، هو المنفذ الوحيد الآمن الذي نتمنى أن يتم
طيب بما يخص الآن نعم مستشفى الثورة، منظمة اليونيسف أيضا أصدرت تحذيرها وقالت أن على جميع الأطراف وقف القتال قريب مستشفى الثورة، لأنه المستشفى الوحيد داخل محافظة الحديدة ويستفيد منه المواطنون. ماذا ما هو طبيعة الحال قريب مستشفى الثورة؟ يا عزيز، كان الأحرى بمنظمة اليونيسف أولا أن تنادي ميليشيات الحوثي إخلاء مستشفى الثورة، عليها أن تنادي بإخلاء خروج المسلحين والقناصة ومدافع الهاون المتواجدين في مستشفى الثورة ومستشفى الثورة مستوى قسم الحوثي. الآن أصبح كان الأطباء داخل مستشفى الثورة هم خاصة مستشفى الحوثي. لماذا منظمة اليونيسف لا تكون واضحة وصحيحة؟ إذن هذا السيد غالب القديمي ينتقد مواقف المنظمات الدولية الإنسانية لعدم وضوحها حول من الأطراف التي تعمل على إعاقة عملها وتهدد حياة المدنيين وخاصة الحوثيين. إذن أشكرك جزيل الشكر الناشط الحقوقي سيد غالب القديمي.